አባታችን አቡነ ማቴያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ቅዱስ ተክለ ሃይማኖት ብፁዕ አባታችን አቡነ ሄኖክ የቅዱስ ሲኖዶስ አባልና የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አባታችን አቡነ እንጦንስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባልና የምዕራብ ሐረርጌና የአፋር አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አባታችን አቡነ መቃርዮስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባልና የኢትዮ ሶማሌ ጅጅጋና የምስራቅ ሐረርጌ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ክቡራን የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት የየመምሪያው ክፍል ኃላፊዎች፣ ክቡራን የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የየመምሪያው ክፍል ኃላፊዎች፣ ክቡር አባታችን መላከ ፀሐይ ቆሞስ አባ ኃይለ መለኮት ይሄይስ የዚሁ ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ፣ ክቡራን የአድባራትና የገዳማት አስተዳዳሪዎች፣ አበው ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን በየማዕረጋችሁ፣ አባቶቼ ካህናት፣ በአገልግሎት የምትመስሉኝ ወንድሞቼ መምህራኔ ወንጌል ወንድሞች ዲያቆናት፣ የእግዚአብሔር ልጆች፣ የድንግል ማርያም ወዳጆች፣ እንደምን አረፈዳችሁ? በቸርነቱ ሳይገባን የኃጢአታችንን ብዛትና የሰውነታችንን ክፋት ተመልክቶ ሳያጠፋን እድሜ ለንስሐ ሰጥቶ ዳግም በቅድስናው ስፍራ ሰብስቦ ስሙን እንድንጠራ ቃሉን እንድንሰማ የፈቀደልን የአባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስለማይነገረው ስጦታው ክብርና ምስጋና ይግባው። እስቲ እዚህ ያደረሰንን አምላካችን እግዚአብሔርን ሁላችን እናመስግን። የእናታችን የእመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም የወላዲተ አምላክ ረድኤትና በረከት ለዘላለሙ በሁላችን ላይ አድሮ ይኖር። በቅድሚያ እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንን በቸርነቱ ጠብቆ እንኳን ለታቦተ ጽዮንና ለአማናዊቷ ታቦተ ጽዮን ለቅድስተ ቅዱሳን ለድንግል ማርያም ዓመታዊ መታሰቢያ ክብረ በዓል በሰላምና በጤና አደረሰን አደረሳችሁ። የምስጢር ባለቤት እግዚአብሔር አምላካችን ለሁላችንም ምስጢሩን ገልጦ ያስተምረን። ወመኑ ዘይደምር ታቦተ እግዚአብሔር ውስተ ቤተ ጣዖት፣ የእግዚአብሔርን ታቦት በጣዖት ቤት ውስጥ የሚያኖር ማን ነው? ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 አምላካችን እግዚአብሔር እንደረዳን መጠን በሚኖረን ጊዜ የምንማርበት የትምህርታችን ርዕስ ይሆናል። ዛሬ በዚህ ርዕስ ለመማር የመረጥንበት ምክንያት ሁላችን እንደምናውቀው በቤተ ክርስቲያናችን ታሪክ መሰረት በየዓመቱ ህዳር 21 ቀን የዛሬውን ቀን ማለት ነው ከምናከብራቸው በዓላት መካከል አንዱ የሆነውንና የታቦተ ጽዮንን በክብር ከተማረከችበት ብዙ ገቢረ ተአምራት እያደረገች ኃይል እያደረገች የተመለሰችበትን በዓል ነው። አበው ነገር ከስሩ ውሃ ከጥሩ ይላሉና ለትምህርታችን የሆነን ዘንድ ወደ ኋላ መለስ ብለን ጥቂት ነገር እናነሳለን። የእግዚአብሔርን ታቦት በጣዖት ቤት ውስጥ የሚያኖረው ማን ነው? ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 ርዕሳችን ነው። መቼስ ታቦቷ ከምርኮ ተመለሰች ለማለት ታቦቷ ተማረከች ማለት ይቀድማል። ሳይማረኩ መመለስ የለምና ብዙ ነገር አልተርክም፣ ጊዜ የለም። የእግዚአብሔር የቃል ኪዳን ታቦት፣ የሕጉ ታቦት፣ የምስክሩ ታቦት፣ የኃይሉ ታቦት በምን ምክንያት ነው የተማረከችው የሚለውን በመጀመሪያ እናነሳለን። የመማረኳ ምክንያት የአገልጋዮቹ ኃጢአት ነው። በተለይም የነ አፍኒንና የነ ፊንሐስ በደል ነው።
ننيي ليك أكاهيناتو يألي لجوج منا من تيوج نبرو إلال إكزابيرنم أياوكم نبرو إلال عندنا ساموئيل مرافولت كتراثرولت لاي منا من تي أسنياتشو منا من تي سرا يسروسل نبرنو إكزابيرن أياوكم نبرو سيل لكزابير لأملكوتو أين برككم نبر لكزابير أي قزوم نبر أي تاززوم فكادونم أي فسوموم نبر مالتنو أياوكم مالت إكزابير فتارين دون أياوكم نبر مالت هارل جين أي تاززوتم نبر مالتنو إكزابيرن بمفرات سون بمافر ببيت مكنسو آغل قلوم نبر بدفرت نبر بتيبيت نبر مسافن دزيلال يتبب مجمريا إكزابيرن مفرات نو كدوسون ماوك ماستوال نو تبلو تصفال بمسافه مسالي مرافزت اني كتراسر لاي ننيجين إكزابيرن يمماي فرو نبرو ورد دي لنامني لالزياو عندن يا ساموئيل مرافولت كتراسر سبات لاي يقوى بزازوتوم هات ايات بإكزابير في تالاك نبري من دي نبر هات ياتاتشو سنل بمجمريا لإكزابير يميك أربون مسوايت آك أربوم النسو يبلونا يترفون لهم يا كربوت موني نبربت مجمريا مسوايتو مباو لإكزابير يكربنا ترفا مسوايتو لهم بلات ياللباتشو ولتنيا مبراتون بقيزيو عابروم نبر سوستنيا إكزابيرن كمياجل قلو سيت وزقارا بزياب مجنانيا ودنكوان بدأ بترى أوريت سامن الزرو بزموت سيركسو تغنيو لك أكايناتو أباتاتشو إلي إهن سما نگرگين لجوچون چلالاتشو يمي قباون كتات آل كتام يمي سماو نگر من دنو بچابلو زمال لزبتنياون اندهم مال سو سون ببدل إكزابير يفرد بطال سو جين إكزابيرين ببدل سلرسو ماني لمن علالاتشو النسو مال سموم لباتشو لنياون انجت دندان نوچونو بامس اچو قطالو إكزابير ليك اتاچو ودون بره نا ياباتاچون مكر السمو ميلان كزي إكزابير اندزي بلو تناغره ياكبرونين بلو أكبرالو يناقونيم يناقالو عندنا ساموئيل مرافولت كتر سلا سلا يتمزقوان ياكبرونين أكبرالو يناقونيم يناقالو على إكزابير يالا كبروتن أفنين النافناس يالا كبرون لك كايناتون إيلين إنا بيتسبوچون إنديوم إسرائيلين لكتا تنسى إكزابير لمن إندي على إكزابير كني إليك لجوتشه لمن سماها يا لجوتشه لكبر لمن فلك قالو وقنو تشي أستولو من إلالو آبو لام سات ولدتشي ندات لسو فجاتا قاتلات نداتو قوشات لكا كايناتو إليه نويو نبت لجوتشونا تشو مكتاتا الشالم إكزابيرين بيت سيارقسو سيابلاشو سيبدلو زمالة إكزابير كتات آمتا بزيا بتاناشو بلاتينا بساموئيل إكزابير تناكرة هلتم إكزابير بيت يغلقلو نبرة يكاهنو يئيلي لجوش آفنيننا في ناس إنيو بسلت ببسات بسالوت بإنباية تغنيو تاناشو بلاتينا ساموئيل هلتم يغلقلو نبرة نگرگين يولتو آغلقلو تيليا ينبرة بلاتيناو ساموئيل بإكزابيرنا بسوفيت بموغيس عدقي إلال هايمانو تناس انتو مقبارون آك انتو إكزابيرن دسي ياسن يعدقي يزيان زمن إلال جاندن يا ساموئيل مراف سوستلاي يكتلال إكزابير قال بك نبرا رأيم اي قلتم نبرا إلال سوبت أفابت زمن نبيو بلاتيناو ساموئيل سهونو تغنيا إكزابير نبيو ساموئيل نمان نقاقر جمرا نجدي بدمية كونة لكا كايناتو إلي أرقاوينو بسلطان كونة لكا كايناتنو بوكت كونة وريتون تنكو كوية وكال ساموئيل كدمية بلاتينانو كوكت جنال تمارم
كما يرغنا منم يلوم نجر جن اغزيابير يميفلغو يلب نصحنا نو يلب قدسنا نو يدمي مرزم براسو صدق ادلم يدمي ماطر براسو حطيات ايدلم بتسطو ادمي اغزيابير اندس اسنيتو منور نو اغزيابير كهصانو كساموئيل غار منناغر جمر كانديم ሶስት ጊዜ ጠራው ሳሙኤል ሳሙኤል ይያለ ሳሙኤል አቤት ይያለ ወደ ካን ወደ ኤሌዳ አይኔ አልጠራሁም ተኛ ይለዋል ከዚያ በሶስተኛው ገባውና ሊቀ ካህናቱ ኤሊ አይ በቃ የጠራው እግዚአብሔር መሆን አለበት አለ እንዴ ያለው አሁን ቢጣራ ባሪያ ይሰማልና ተናገር በለው አለው እግዚአብሔር ለሳሙኤል ነገረው የሚሰማውን ሰው ሁሉ ሁለቱ ጆሮቹን ጭው የሚያደርግ ነገር በእስራኤል ላይ አደርጋለሁ አለ በካህኑ በኤሊቤ ጀምሬ እጨርስበታለሁ አለ ልጆቹ አብንና ፊናስ ይገደላሉ አለ የኤሊቤ ታጠያት በመስዋዕትና በቁርባን አይሰረይለትም አለ ይሄንን ሲሰማ ብላቴናው ሳሙኤል ፈራ ደነገጠ ይሄንንማ ምን ብዬ ነግረዋለሁ ለካህኑ ለኤሊ አለ ካህኑ ኤሊ بطوات اغزابيري ينغره مندنو عندم ساتاسكر نغري بلو اسمالو سايود بغدو يهونون نغرولو نغرو كزيا طورنت تجمرا عندنيا ساموئيل ميرافارات لايت يقتلال بزيا زمن فلسطيماويان كاسرائيلويان غارا يتاغلو نبر طورنت هدو اسرائيلويان بمجمريا 4000 سوتش علقو كاسرائيل ودقو تشنفو እንግዲያው ከፊት ከፊታችን የሚሄደው ጠላቶቻችንን ድል የሚያደርገው ዮርዳኖስን ለሁለት የከፈለ እንደ ግርግዳ ያቆመ እንደ ሳር ክምር ያደረገ ህዝቡን በደረቅ ያሻገረ የኪዳኑን ታቦት ባንይዝ ነው አሉ። ያሶል ነው የምራፍ 3 ላይ ሙሉ ታሪኩ ተመዝግቧል። ከዚያም ጽኑን የያሪኮን ቅጥር ያፈረሰውን ሰባቱን ያዛብን ነገስታት ያባረረውን ምድርስ ከናንን አባቶቻችን ያወረሰውን የኪዳኑን ታቦት ይዘን ብንወጣ እናሸንፋለን አሉ። ታቦተ ጽዮንን ይዘው ወደ ጦር ሜዳ ዘመቱ። ፍልስጤማውያን ያንን ድምጽ ሲሰሙ ፈሩ፣ ደነገጡ፣ ታወኩ። እንግዲህ ታቦቱን ይዘው መጥተዋል፣ ስለዚህ አለቀልን፣ ተሸነፍን፣ አበቃልን አሉ። ሚገርማችሁ ግን አሁንም በውጊያው እንደገና ሌላ 30 ሺህ ሰው ወደቀ። ለምን? ለእግዚአብሔር አልተመቹማ። ኃጢያት ነው፣ በደል ነው፣ ርኩሰት ነው ወገኖቼ። ከዚያም በኋላ አፍኒንና ፊናስ ሞቱ። የቃል ኪዳኑ ታቦት ታቦተ ጽዮን ተማረከች። አንድ ወሬ ነጋሪ መጥቶ ለካህኑ ለኤሊ እንዲያለው በጦርነቱ የሆነውን 30 ሺህ ሰው አለቀ። ልጆች አፍኒንና ፊናስ ሞቱ። ደግሞ ታቦተ ጽዮን ተማረከች አለው። ይሄን በሰማ ጊዜ ሊቀ ካህናቱ ኤሊ በድሜ ገፍቶ አርጅቶ ስለነበረ ከወንበሩ ወድቆ አንገቱ ተቆልምሞ ሞተ ይላል። ያን ጊዜ የፊናስ ባለቤት ጸንሳ ልትወልድ ነበረ ይላል። ምጥ ላይ ነበረች። ይሄንን ስትሰማ እጅግ አዘነች፣ በጭንቅ ተገላገለች። ልጇን ኢካቦድ አለችው። ኢካቦድ ማለት ክብር ከእስራኤል ለቀቀ ማለት ነው። ለምን? ታቦተ ጽዮን ተማርካለች። ለምን? ባለቤቷ ሞቷል። የባለቤቷ አባት አማቿ ሞቷል። ከ34 ሺህ በላይ ህዝብ ወድቋል፣ አልቋል፣ ረግፏል። ኢካቦድ ክብር ከእስራኤል ለቀቀ። ይዋጋልን የነበረ እግዚአብሔር ከኃጢያታችን የተነሳ ለጠላቶቻችን አሳልፎ ሰጠን፣ ተዋረድን። ከዛ ታቦተ ጽዮን ተማርካ በፍልስጤማውያን በኤሎፍላውያን እጅ ገባች። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 5 ላይ ታሪኩ ይከተላል። ከዚያ ኤሎፍላውያን ወስደው የእግዚአብሔርን የቃል ኪዳን ታቦት በአዛጦን በሚያመልኩት ዳጎን በሚባል ጣዖት ቤት አስገቡ። ምንድነው ያልነው? የእግዚአብሔርን ታቦት በጣዖት ቤት ውስጥ የሚያኖረው ማን ነው? ራሳችን ነው።
وسدو دفاروش ناتشو تاوتون كسر الرجو تاوتو داغون كالاد الرجونا براتشون كل فهدويلا مالدا سيماتو داغون بتاوتس يون فيت بجمبارو تدفتو ودكو اغنيو كبرمسجانا لاملاكاتين لكزابيري هو من دنوالو غراتا غابو اندغنا استكاكلو اهونم داغونم تاوتون كلاي تاوتون كتاج ادرغو هيدو بميكتلو اندغمو داغون بجمبارو تدفتو راسو لبچاو ايجوچو لبچا دراتو لبچا تسبابرو دقو اغنيوت املاكاچين اغزابير اندينو كإغزيابير غارا يميتالو يدقالو يلال اندنيا سامويل ميرافولت قطر 10 لاي كإغزيابير غارا يميتالو يدقالو بسمايم هونو يانغودا غودباتوال يلال دنغطو غرا تغابو تابوته صيون فلسطيماويانين بباچنا بعيطوچ متاچ مكسفتونه تچنقو انغدي ولاتشين كمالقاتشين بفيت تابوته صيونن يوسدولن ود متاچبت بلو سايودو بغداچو امست يورق باچ مثالي امست يورق يايت مثالي بورق يتسرى يتكرص معناتنا بامستو علقوچنا بامستو كتموچ انصار ازگايتو تابوت صيونن كسبات تور يمركو نورو بهالا بكبر تعمرات يادرگچ تملسچ كبر مسغانا لاملاكاچين لاغزابيري هو گدي بمجمريا منا كبرو باليهنن يگزابيرن تابوت بتاوت بيت است يميانورو ماننو اهون ايهن تاريخ بچا تركن بنتو يا تاريخ سوچ مهناچن نو ود راساچن يوت ملسن نيو زارينيا كزي تاريخ من نمارالن وگنوچي استي راساچن ننطيقو انياس اگزابيرن انديت ياملكن نيالنو انديت ياگلگلن نيالنو እንደ ብላቴናው እንደ ሳሙኤል ያለ አገልግሎት ነው ሚመናን ሚመናት እግዚአብሔርን በመፍራት ሰውን በማፈር ኃይማኖታችን አጽንተን ምግባራችንን አቀነተን ነው የምንመላለሰው አገልጋዮቹ ምን ይመስላል ህይወታችን ዛሬስ ኢትዮጵያ ምን ላይ ነው ያለችው ዛሬም እኮ ኢትዮጵያ ኢከቦድ ተብላለች ክብር كإيتيبيا لقوال إنيام تواردنال أنجتاتشنن دفتنال بغزاقراتشن سدتنوش هوننال إسرائيل ياولو مكاري متاباتشو سلاسارات تشيهيز باعزاب يالك وبتورنت يتشنفو تابوتاسيونم يتماركتشو لمندنو بننل يهاتيات وطيتنو يبدل وطيتنو هات اياتن يميزرا مكران ياج داليلال مصافه مثالي مرافا 22 قطر 8 لاي هات ايات زران ايو مكرا ياجدن نو انداندوچاچين ساناوك بسيهيتت يبدلن نو انداندوچاچين اوقن بديفرت يبدلن نو سيهيتتن مان ياستولال على كتسوره هات ايات انصانياله يدفرت حاطئات ندايغزاني انين بارهن طبقني على القدس داوود ينيام صلوت دي مونالبت مزمور 18 قطر 12 لاي عفنيننا فيناسن يغزاچو يدفرت حاطئات نو اوكوش ناكوش يغزابيرن بيت ناقو انا كبروم لغزابير التاززوم زاري ما انداندوچاچين يدفرت حاطئات يزونال اواردن وگنوچي ታቦተ ጽዮን ተማረከች ዛሬስ አይዛብ ታቦቱን እየተጫወቱበት አይደል እንዴ ቤተ መቅደሱን ያቃጠሉት ያፈረሱት አይደል እንዴ አፍሪንና ፊናስ ተቀሰፉ ካይናት ዲያቆናት ምእመናን ምእመናት እንደ በግ እንደ ዶሮ የታረዱ አይደል እንዴ እንደ ጎመን እየተቀረደዱ አይደል እንዴ ህፃናት አንድ ፍሬ ላይንም ያሳሱ እንቦቆቆላዎች
بجيب سي قدلوا ايتنال نفس طور ما هيتنوا تكدو صنصون او تتوسيطوا ايتنال عراس والده متتبع كالجو عقارة ستقدل ايتنال بسيف سيقلو بساس يقاتلو كل كل شي سقلو مين يالا ينو جفال كذيبالاي يمي سماون هل تنجروج شو يمي عدرق نجر من النسما من السني هاجراتين ايتيوبيا اني نبرتين دي هاجريتو هاجري اغزابيهر نات هزوا هزبي اغزابيهر نو قدست هاجر ايتيوبيا زاري يا هزاب يا ارماويان يا ايامانيان اغزابيهرن مايفرو سوني مايفرو هوداچو املاكاچو كبراچو بنوراچو حساباچو مدراوي مچرشاچو طفات يهونو چكانيوچ مچاوچا هونالچ እኔ መጽሐፍ እየጠቀስኩ ከመነግራችሁ በላይ ዛሬ ስንት ግፍ በመድራችን በኢትዮጵያ እየተፈጸመ ነው አምላካችን እግዚአብሔር በቃችሁ ይበለን ኢካቦድ ተብለናል ዛሬም መከራ ነው ስቃይ ነው ጭንቅ ነው ፈተና ነው ይሄ የመከራ ቀን ይሄ የፈተና ቀን እንዲያጥር እንዲያልፍ ወደሱ እንጮህ እውነቴን ነው ምላችሁ ታቦቱ እንደተማረከ እንደተጣለ እንደተናቀ አይቀርም እንደገና ክብሩን ኃይሉን ታምራቱን ይገልጣል የፈረሰው ቤተ መቅደስ እንደገና ይሰራል እንደተዋረድን አንቀርም እግዚአብሔር ያከብረናል ብቻኛ እንመለስ ክብራችንን አንተው ሰው ክብሩን ሲተው ነው የሚዋረደው ያከበሩኝን አከብራለሁ የናቁኝም ይናቃሉ እናፊንን እነፊናስ እነሊቀ ካይናቱ እነኤሊ እግዚአብሔርን ስላላከበሩ ስለናቁ ነው የተናቁት እኛም ዛሬ አንዳንዶቻችን ሳናከብረው ስለተገኘን ነው የተናቀነው የተዋረድነው ክብራችን እግዚአብሔር ነው ክብራችን እግዚአብሔርን እናከብረው አስተውሉ አምላኪን እግዚአብሔርን ፍራ ይላል ከሱ ጋራም ተጣበቅ ይላል አይኖቺ ያዩትን እነዚህን ታላላቅ ታምራቶች ያደረገል እርሱ ክብርህ ነው ተብሎ ተጽፏል ዘዳግም 10 ቁጥር 20 ላይ ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን ክብራችን እሱ ለጊዜው ለእስራኤል ዘስጋ ተነገረ በዘጠኝ ታላላቅ ታምራት በ10ኛ ሞተ በኩር በ11ኛ ስጥመተ ኤርትራ ባህር ህዝቡን ከግብጽ ከባርነት ቤት ነፃ ያወጣ እግዚአብሔር ነው ከሰማይ መና ወርዶ ይመገባቸው ካለት ከጭንጫ ከድንጋይ ላይ ውሃ አፍልቆ ያጠጣቸው ቀን ፀሐይ እንዳያቃጥላቸው ለሊት ጨለማ እንዳያስደነግጣቸው በሰባት አይነት ደመና እየተንከባከበ የመራቸው ዮርዳኖስን ያሻገረ የኢያሪኮን ቅጥር ያፈረሰ ምድረርስ ከናን ኢየሩሳሌምን ያወረሰ እሱ ነው ክብራቸው ለኛም ደግሞ ክብራችን አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ከማናዊቷ ጽዮን ከቅድስተ ቅዱሳን ከድንግል ማርያም ተወልዶ በግብጽ ከተመሰለችው ከሲኦል ከባርነት ቤት ነፃ ያወጣን ከዲያብሎስና ከሰራዊቶች ያዳነን የሕይወት እንጀራ ቅዱስ ሥጋውን ቆርሶ የሰጠን የሕይወት መጠጥ ክቡር ደሙን አፍስሶ የሰጠን ከሞት ወደ ሕይወት ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ከሲኦል ወደ ገነት ያሻገረን የሚበላ የሕይወት ምግብ የሚጠጣ የሕይወት መጠጥ ነው የቀረበልን ክብራችን አምላካችን ነው ክብር ምስጋና ይግባው ካማናዊቷ ጽዮን ተወለደ እምነ ጽዮን ይብልሻል ወብእሲ ተወልደ በውስቴታ ወውእቱ ልዑል ሳረራ ሰው እናታችን ጽዮን ይላል መዝሙር 86 ቁጥር 5 ላይ ጽዮን ማለት አምባ መጠጊያ ማደሪያ መሸሸጊያ ማለት ነው ሰው እናታችን ጽዮን ይላል እመቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹዋን ብጽህተ ብጹዋን ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክን ነው እናታችን ጽዮን እንላታለን በውስጧም ሰው ተወለደ ሰው የሆነ አምላክ አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ በተዋህዶ ከብሮ ከሷ ተወልዶ በሥጋ ማርያም ተገለጠ
ووتو لول سارارا لول بحري أملاكاتين إكزابير بدنغالي سغا بدنغالي نفس بدنغالي هلينا آس النات مالتنو كبري قبات سيون كدستة كدسان دنجل ماريا سماريا إكزابير لسيون وابدرا كمو تكونو مهيدرو ذاتي يئتي مرافي العالم إكزابير سيونن مرتو عطالنا مزمور متو سلاسة عندك وطراسة جمرو إكزابير سيونن مرتو عطال أمانا ويتواسيون كدستة كدسان دنجل مريمن لنات النت مرتواتا لنا ما هي در ملكوت نات ذاتي يئتي مرافئ العالم يئتي لزلالم مرافئ ناتال لزلالم ولاديت أملاك ستبال تنورا لج كبر مسغانا وداسيقو سوا ينساون سغانا نفس بتواهيدو أكبروت بكبر أرغوال داقيم ميمي متاو بكببت السويت بسومتن بسقا مريم بقرما ملكوت بملكوت هاوي قرمان ميمتاو لزينو لزلال ماريفينات يعني. باتاتشي أباهرياكوس ديبلو يانسات او مريمي بنتزي نفكركي ونبيكي اسمو لركي لن مبلاترك زبامان وستي هيوت زبامان علات مريموي سلازيم انو ادشالين كف كفم ندرغشالين اونتهنياون يترك مبلننا اونتهنياون يهيوت متت ولدشلنا لنا علات صيوناچين امبيتاچين كبري غبات وغنوچي صيون سنلسوان مالتاچين سلون اهونم بغزابير تشيرنت بقدسته قدسان بنجل مريم بولاديت املاك አማላጅነት ከኛ የራቀው ክብር ተመልሶ እንድናገኘው እግዚአብሔር ቀና አድርጎ እንዲያቆመን አፍረታችንን እንዲያርቅልን ነውራችንን እንዲያንከባልልን ያጣነውን ሰላም ደስታ ጤንነት በረከት መልሶ እንዲያድለን እንለምነው እኛ ከእግዚአብሔር በመለየታችን የክፎችን ምክር በመስማታችን እስበሳችን ተላልቀናል ዛሬ 34000 ሰው ካርል ይሞቱ በሚሊየን የሚቆጠር ሰው አልቋል ግማሹ በጦርነት ሌላው በረሃብ ሌላው በበሽታ ሌላው በስደት ስንት ሰው አለቀ ምን አተረፍን ከዚህ እስቲ እንጠይቅ እንመርምር ዛሬስ የታለ ክብራችን አይዛብ በሰላም በሚኖርበት በደስታ በሚኖርበት በጤንነት በሚኖርበት ጊዜ እኛ በጦርነት በሁከት አምላክ ይያለን እንደሌለን ሀገር ይያለን እንደሌለን ወገን ይያለን እንደሌለን ምን እየተሰራ ነው ያለው የቱ ጋ ነው ያለነው እስራኤልን ኢካቦድ እንላለን እንዴ ኢካቦድ ዛሬ ኢትዮጵያ ናት ኢትዮጵያ በዘመናት እንዲ የተዋረደችበት ዘመን የለም የእንስሳት መብት በተከበረበት ጊዜ በ21ኛው ክፍለ ዘመን እንዴት ነው የሰው መብት የማይከበረው ኢትዮጵያውያን ለዶሮ እኮ የምንራራ ህዝብ እኮ ነበርን ቤት ውስጥ ያደገ ዶሮ ባል ሲደርስ አይታረድም እንዲላሉ እናቶች ይሄማ ዶሮ ከልጆቼ እንዳንዱ ነው ማየው ጥሬ እየበተንኩለት እየቆረጠመ ውሃ ያቀረብኩለት እየጠጣን ያደገው የፈጠረው አምላኩ ይውሰደው ይግደለው እንጂ አይኔ ያየ ቢላው አንገቱ ላይ አርፎ አይታረድም ይላሉ ዛሬ ዛሬ ለዶሮ አይደለም ለሰው አንዳንዶች አይራሩም እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ ህፃን ገርለው ነፍሰ ጡር ገርለው አራስ ገርለው አረጋውያን አረጋውያትን ገርለው ከዚያ በኋላ ምስል እየቀረጹ እየፎከሩ ይነሳሉ ይሄኮ ሀገራችን ኢትዮጵያ ላይ እየተፈጸመ ያለ ነው ከዚህ በላይ ምን ውርደት ይምጣ ምን ድቀት ምን ውድቀት ይምጣ ወገኖቼ ስልጣን ይሄ ነው እንዴ እድገት ይሄ ነው እንዴ ብልጽግና ይሄ ነው እንዴ የሰው ህይወት ጤንነቱ ሰላሙ ደስታው ካልተጠበቀ ምን አይነት እድገት ነው እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም በቃችሁ ይበለን ይሄ የተዘራውን ክፉ የጥላቻ የጎጠኝነት ዘር እግዚአብሔር ከተውልዱ ልቡና ላይ ነቅሎ ያስወግድልን እግዚአብሔር የሚጣላቸው በሉ ስድስት ነገሮች ናቸው ሰባተኛውንም ነፍሱ አጥብቃ ትጸየፈዋለች በወንድማማቾች መካከል ጠብን የሚዘራ
مسافة مسالي مراف سدس كترة سوا سدس جمرو إخزابير ميت على شو سدس تناجروش ناتشو على زر زروتان سبعة تنيوم بيتانو ما نسوني سبعة تنيوم ناله نفسو آت بكا تسيف والتشان سوم من دينو سنن بوند ما ما شوش مكاكل تابني مزاراونا بوند ما ما شوشو بكاين النابابيل مكاكل تابني زرا يتابع بات يات يات بات يات بات نفسكاداو ديابلوسنو كان دابراك كادامني تكفلوت كان دمايسن كهوان يوتوت ياندا بات ياند ناتل جوشناتو سبساتو تجدد دلو كاين ابيلن جدلو بغف بسيت أنا ويكنات زارم إيتيبيا ويان كفوج كزروت يملي عيد يتلاتشا يمبلالات يقوط أنينت زريت النساء إسوة ساتين يتقدى دلنكونو يهولا تشين أملاك إكزابهيرنو يهولا تشين أبات أدامنو يهولا تشين النات هيواننات كزيا ورد سيل بنو مكنيات يترف هزبنن إندا إيتيبيا إيتيبيا ويان عندنا من يطلعنا من يبلعنا من ينكاكسنا كزيس دغمو من اترفن استيلو ترفاچينن بل اسبساچو بلو بتبلالونا اسبساچو بتنكاكسو اندات تطفافو تطنققو غلاطيا مراف 5 قطر 15 لاي يرسبرس مبلالات من لايت متالات من نكاكس مترشاو متفافاتنو لن يالو ايات افانو ايو الدمارل تول الدمي كرسبت تمر تبيتوش ودمو همو معنى متاكمبت هوسبيتالوش ودمو سو سرطو يالت قرس يامت لمسي مياغن يباتشو بزو مسارت الماتوش فابريكاوش ودمو دقمو متكا ملكاي للو وديهون يسوهيوت كبور يا إخزابير فطور هنس أصل لاسه بقف فرسه سنتشي سوالك سنتشي سو أكاله قدوله هنا سنت سو لبوت صبره تولد بهيمانوت بمقبار تكرسو تانزو يميار قباتشو آبياتا كرسيانا تكاتلو كاينات بقف تقدلو من اللي بلاتشو يهيت إكمي اللوم ترفي اللوم إسرائيلس بهات يا تاتشو يالكوت بفلسطين إن ياجين السبسنو إخزابير أملاكاتين إنن كفو زمن ياساترلن إخزابيرن تابوت بسيطان تاوت بيتوس يميانورو مانو قدين يا إخزابير تابوتنن إخزابير مادرياوت نن هياو بيتا مقدسو نن قدس سقاون قرسو يكدسن كبور دمون افسسو ياكبرن بقدس مسكالو يلين بميرون ياكبرن بسمو يتران انيا راساتين هياو تابوتو ماهيدرو مادرياو نن سلزي تبلو تصفال مانم اكزيابيرن بيتا مقدس بيافرس بياركس اكزيابير السون يافرسوال فردو ياتفوال اكزيابير بيتا مقدس قدوس نونا ياوم انانت ناچو يلال አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ እኛ የእግዚአብሔር ሕያው ቤተ መቅደሶች ነን እኛ የእግዚአብሔር ታቦት ነን ታቦት ማለት ማህደር ማደሪያ ቤት ማለት ነው የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያዎች ነን የቅዱስ ቃሉ ማደሪያዎች ነን የቅዱስ ሥጋ የክብር ደሙ ማደሪያዎች ነን መቅደስ አካላችንን በኃጢአት አፍርሰን አርክሰን እንዳንገኝ እግዚአብሔር በቸርነቱ ሁላችንን ይርዳን ታቦተ ጽዮን ተማርካኑ ጣዖት ቤት ገብታይ ነበረችው ዳጎን ከላያ ተቀመጠ ታቦት ከታች ነበረች ግን ታቦተ ጽዮን ዳጎንን አፈራርሳለች ዛሬም ክፎች የዘመኑ ኤሎፍላውያን ፍልስጤማውያን አህዛብ ጣዖታቸውን ከላይ አድርገው ታቦቱን ከታች ሊያርጉ ይፈልጋሉ እግዚአብሔርን ቤት ሊያወርዱ ሊያፈርሱ ሊያጠፉ ይፈልጋሉ ክርስቲናና ክርስቲያኖችን ከመድረገስ ሊያጠፉ ይፈልጋሉ ነገር ግን እግዚአብሔር ታምራቱን ገልጦ ኃይሉን ገልጦ ዳጎንና ዳጎናውያንን ድል ያደርጋል ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን እኛ እንመለስ ዳጎን ይቀጠቀጣል ክፎች የገደገዱት ኢያሪኮ ይፈርሳል እኛም በነጻነት ወደ ሰማያዊቷ ኢየሩሳሌም በክብር እንጓዛለን መከራ ፈተና ችግር በኃጢአት ምክንያት ብቻ አይመጣም አደራችሁ
إسرائيل ويان بعد أتاتشو مكنيات متوب باتشو على نالنو كين يالن بات زمن يمش الرشاو زمن وازي ما سلهونة عندو ملكتينو بزيان جزيه بلو لما كراس ألفو يساتو أتشوهال ييقرلو أتشوهم مال سلسمي باهزا هلو يتت اللاتشو تهون اللاتشو يه ماتيو سونجيل مرافيرات قدر زيت انجيلا املاكا تشينو يسوس كريستوس سلداغم مسعاتونا سلالم مچرشا ملكت سيناگر يعني الساوك عالنو بزياني قزيالة بزيبا مچرشا وزمن وازي مالاينو لما كراس اللفو يساتو أتشوها اللال يقرلو أتشو مالال سلامن سلسمي بسمو سلامنن بسمو سلتتران بسمو سلمن سبسب بسمو سلمن مسكر سلمن مار سلمن زمر اندك زابير چرنت سرك لما درك سلمن فچرات چر دون جلنيا تكوترن لما كرا تالفن نستالن عندو ييتيبيا ارتدوكساويت تواهيد بيتا كستيان مكراوا فتنوا زاري سرك سلمت مسكر نو سلام سلمت سبك فكر سلمت سبك هلون عند أدرجة سليازتشناو من مونجل اللباتم من امتفات اللباتم فكرن سلامن عند النتن سم من النتن يما يفلقو سواج إيهو بيبوتاو يا قاتل واتال يا فرسو واتال يفتاتن واتال مكرياسا يواتال ونتنو ملاجوكين كريستياننا مسمار بتمتا قطر يتنكر يتبقن مهدو مكراو ياصنانال يا برتانال يا طبقنال جنا انبزالن طلاتي يافرا داغون داغوناويان ديل اند تدرغو زاريم داغون طاوت غوطنينت ملياييت بتولدو چانقالاي لما شكمين فلغو سوج يافرالو አውታቸው ይፈርሳል ይደቃል የሰላም አምላክ የፍቅር አምላክ ሰላሙን መልሶ ይሰጣናል እኛ ግን ለእግዚአብሔር ተመችተነው እንኖር የእግዚአብሔርን ታቦት በሰይጣን ታቦት ቤት ውስጥ የሚያኖረው ማን ነው ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 ሌላውን ተቆሜ ልለፍ ይሄ ባለ የሚከበረው ሌላው በሶሎሞን ዘመን ቋሚ ህንጻ ቤተ መቅደስ ተሰርቶ ከመገናኛ ድንኳን ከደብተራ ኦሪት የታቦተ ጽዮን ወደ ቋሚ ቤተ መቅደስ የገባችበት መታሰቢያ ነው ሌላው በቀዳማዊ ምኒልክ ታቦተ ጽዮን ወደ ኢትዮጵያ የመጣችበት መታሰቢያ ነው የመጨረሻው ሌላው ታቦተ ጽዮን በአክሱም ምድር ላይ በአብርሃ ወአጽባ በወንድማማቾቹ ነገስታት ወይም በኢዛናና በሳይዛና ዘመን 12 መቅደስ ያለው ቤተ መቅደስ ቤተክርስቲያን ታንጾ ቅዳሴ ቤቱ በመቤታችን ስም የተከበረበት ነው እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ይቆያል